وقاعة منح الطالب محمد الخواتي درجة الدكتوراه في الآداب شعبة الدراسات الإسلامية بميزات مشاعب جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جدا سعيد في اليوم مبارك وتوجه فيه مساء التاريخي مساء الكفاح ومتابعة جد العمل أغمضه في الإعاقة لكي نعرفه في الواقع المغربي. الحمد لله أنا جد فرحان سعيد جدا وسعادتي أكبر وجود هدية لوجود طيبة مباركة. شكرا لكم وكنقول بأن اللي يبغى الشغاية مع جد ومتابعة كيوصل لها. كنبغي ندير هاد الفرحة وهاد النجاح لإخواننا في قطاع غزة اللي كيتابعو كجهات وجهات أخرى نيابة الأمة. بارك الله فيهم تقبل الله شهداءهم وأجزي الله بالناس لهم. كل السعادة اليوم في تقديم أطروحة جامعية أعدها الطالب الباحث محمد الخواتري صاحب الإرادة القوية والهمة العالية. الأطروحة كانت موسومة بسؤال القيم في الفكر المغربي المعاصر مهدي المجرى أنموذجا، وكما شاهدتم حظيت بإشادة وتنويه اللجنة المناقشة بالنظر إلى المجهود المعتبر الذي بذله محمد الخواتري في هذه الأطروحة، فقد قدم بحثا اتسم بالجودة في التناول والجدية وفي الطرح. موضوعه كان على قدر كبير جدا من الأهمية بالنظر لاشتغاله على سؤال القيم الذي يستدعى اليوم في زماننا المعاصر بالنظر لما تعرفه البشرية من أزمات، ولا سبيل للبشرية للخروج من هذه الأزمات إلا بالقيم والأخلاق والعودة إلى الدين مطلق الدين، وإن كنا نؤمن بأنه لا خلاص للبشرية إلا بالدين الإسلامي. هذه الإعاقة بالعكس كانت نعمة على محمد الخواتري ولم تكن نقمة عليه. بصم على مسار جامعي متميز منذ سلك الإجازة ثم الماستر، وهو اليوم يبصم على أطروحة جامعية قل نظيرها، ولم يعاني إطلاقا أو لم يتأثر عفوا إطلاقا بإعاقته. فكما قلت هو صاحب همة عالية وإرادة قوية ساعد على الوصول إلى هذا المستوى من التحصيل العلمي. أتمنى له كل التوفيق والسداد والرشد. نموذج للشباب المغربي، نموذج للمغاربة ككل، ونموذج للإنسان المثابر والمجتهد، وأنه مهما تكون الظروف لا بد أن يتغلب عليها الإنسان في سبيل الحصول على درجة الدكتوراه والوصول إلى هذا المسار العلمي المتميز.